أعداد سكان الهند بشكل إجمالي وفقاً لإحصائيات تمت خلال السنوات القليلة الماضية وصل إلى 1,287,000,000 نسمة، من بينهم 616,000 نسمة من القوى العاملة النشطة. أما عدد الأفراد الذين يبلغون عمر التجنيد بشكل سنوي وصل إلى ما يقرب من 23,000,000 نسمة، في حين أن عدد القوات النظامية العسكرية وصل إلى 1,325,000، بينما بلغ عدد قوات الاحتياط ما يقرب من 2,143,000. ووفقا لذلك تعتبر الهند قوة عالمية ثالثة من حيث عدد الجيش بعد الولايات المتحدة والصين. قامت الهند بمبادرة مميزة من أجل تقوية جيشها العسكري، وهي رفع ميزانيتها العسكرية بنسبة قدرها 23.7% لتصل إلى 29 مليار دولار. ووفقا للتقارير الإعلامية تبين أن الهند قامت بإرسال قمر صناعي RISAT-2 إلى الفضاء خلال عام 2009، وعملت على تخصيصه من أجل مراقبة الحدود الباكستانية، مع العلم أنه ذو منشأ صهيوني ويعمل ضمن جميع الظروف. أما الآن دعونا نلقي نظرة على قوات الجيش الهندي البرية. إن الجيش الهندي البري يحتوي على القسم الأكبر من الجيش الهندي المقاتل، بالإضافة إلى أنه يحتوي على قوات خاصة ووحدات نخبة لها شهرة. ويحتوي الجيش الهندي البري على ما يلي: ما يقرب من 7,000 دبابة، وحوالي 6,800 سيارة عسكرية متطورة، بالإضافة إلى 300 قاذفة للصواريخ من أنواع قوية ومتعددة، و8,000 سيارة مدفعية ضخمة. في حين أن القوات الجوية للجيش الهندي تمتلك ما يلي: 800 طائرة هجوم من النوع الراقي والممتاز، 700 طائرة حروب واعتراضات، 700 ناقلة جوية، العشرات من المروحيات المستعدة للهجوم في أي لحظة، 600 طائرة مروحية قوية. وبالطبع يوجد قسم من الجيش الهندي يتبع القوات البحرية، والقوات البحرية الهندية تحتوي على ما يلي: أسطولين. الأسطول الأول في شرقي الهند ويتمركز في الخليج البنغالي، أما الأسطول الثاني فهو في غربي الهند ويتمركز في بحر العرب. وتمتلك القوات البحرية الهندية ما يقرب من 19 غواصة، كاسحة ألغام، فرقاطات، 25 قطعة سطح أساسية، قطع برمائية متنوعة، قطع ساحلية ودورية، بالإضافة إلى 28 قطعة مختلفة من أجل الدعم والإسناد البحري. ولكن ماذا بالنسبة للردع النووي؟ ضمن إطار تواجد الرعب بين الهند والصين وعدوها الأكبر باكستان، ابتدأت الهند برنامجها النووي، وذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث بلغت ذروته في شهر أيار من عام 1974، وذلك عندما قامت الهند بتفجير نووي سلمي. ولكن بعد 5 تجارب نووية تمت خلال شهر مايو من عام 1998، قامت الهند بالإعلان وبشكل رسمي عن امتلاكها للسلاح النووي. وفيما بعد قامت باكستان بالمبادرة أيضا بإجراء تفجيرات بشكل مماثل للهند، ليعلن الطرفان بعد ذلك دخولهما الناد النووي بشكل عالمي وبقوة. ووصولا إلى عام 2010، قامت الهند بإنتاج ما بين 60 و80 سلاح نووي، من ضمنها ما يفوق 50 سلاحا يعمل. خلال عام 2010 أشارت إلى أن مخزون الهند من مادة اليورانيوم ذي التخصيب العالي بلغت ما بين 0.2 و0.5 طن، بالإضافة إلى أن مخزون الهند من البلوتينيوم وصل ما بين 0.3 و0.7 طن، بدرجة نقاء يتم استخدامها في تصنيع الأسلحة، وهذه نسب مرتفعة وليست قليلة. أما الآن فسأخبرك عن 7 حقائق موثوقة من الممكن أنك لم تعرفها من ذي قبل عن الجيش الهندي. لطفاً أصغ إلى ذلك جيداً. الجيش الهندي هو ثالث أكبر جيش على الصعيد العالمي، يمتلك أكبر خدمة هندسية عسكرية في العالم، تعتبر متخصصة بالبناء ضمن الهند. يسيطر الجيش الهندي على نهر سياتشن الجليدي، والذي يعتبر بأنه أعلى ساحة قتالية في العالم بأسره. الهند أكثر دولة لدى الأمم المتحدة تشارك في قوة حفظ الأمن والسلام. الهند تمتلك أكبر فرقة فرسان على مستوى العالم بأسره، ولديها أكبر جيش من المتطوعين من كافة أرجاء العالم. ويتميز الجيش الهندي بقدرته على الحرب في الأدغال وحروب الغابات.